هذا الواقع يتفق الملاحظون في الداخل والخارج، وهذا نادر ربما، على أن الوضع في الجزائر حاليا أحسن من ذي قبل على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية. هل تحذوكم الرغبة والإرادة لمواصلة ما بدأتموه سنة 2019؟ حتى أكون مباشر، هل استقرت نية الرئيس عبد المجيد تبون في الترشح لعهدة رئاسية ثانية؟ أعتقد أن نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل. بالنسبة لبداية السؤال، إذن الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي أنا يعني. الجزائر أنتم تلاحظوا بدون ما ندير حوصلة، لأن مادام أعلنت رسميا عن الترشح نتاعي لعهدة ثانية تكون فيه لقاء ربما مع الصحافة للحوصلة، ولكن الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، وزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأنه ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.